في اتصال هاتفي الرئيس السيسي يؤكد لرئيس الوزراء الإيطالي موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا. الرئيس السيسي يؤكد بأن الفترة الحالية التي تمر بها الدولة المصرية هي مرحلة إصلاح إداري لتحسين الموقف الاقتصادي. وزارة الداخلية تنظم عدة احتفاليات لعدد من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. السابعة مساء بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من شبكة تلفزيون النهار، أهلا بكم. أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، وشهد الاتصال استعراضا للملفات الإقليمية وبخاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد السيد الرئيس على ثوابت الموقف المصري الداعم لاستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الإيطالي سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية والتي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها. وفي سياق آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية دور القطاع الخاص المصري في التنمية خلال العام القادم 2020. جاء ذلك ردا على سؤال للإعلامي الدكتور عمرو الليفي رئيس شبكة تلفزيون النهار حول فلسفة التغيير الوزاري الأحدث ودور القطاع الخاص في 2020، وذلك على هامش افتتاح مشروعات بالفيوم، مشيرا إلى حرص الدولة وجهود الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتسهيل كافة الإجراءات لهم. وقال الرئيس السيسي إن الفترة الحالية هي مرحلة إصلاح إداري بما فيه الصناعة، وذلك لتشغيل ولتحسين الموقف الاقتصادي. نظمت وزارة الداخلية عدة احتفاليات لعدد من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. المزيد في سياق هذا التقرير. اهتمام غير مسبوق تليه الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع، وحرص من القيادة السياسية على أن يحصلوا على حقوقهم كاملة كما كفلها لهم الدستور. واتساقا مع هذا التوجه وانطلاقا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وتحت راية مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، نظمت الوزارة يوما ترفيهيا لعدد من أطفال مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة شرطة الخيالة بالقاهرة. تم خلال هذا اليوم تقديم عدة فقرات ترفيهية لهم وتوزيع هدايا عينية عليهم. ويأتي هذا اليوم الترفيهي مشاركة من وزارة الداخلية لهؤلاء الأطفال الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. أولاد مبسوطين جدا، كان في استقبال حافل ورائع بيهم، وكمان شهدوا عرض كله إبداع وكانوا مبهورين بيه جدا، إلى جانب حسن الضيافة من كل اللي موجودين. الطلبة مبسوطة جدا واليوم جميل جدا، ومش قادرين نعبر عن اللي جوانا من فرحة ولادنا باليوم فعلا يعني. وبهذه المناسبة أيضا نظمت الوزارة احتفالية لعدد من طلبة وطالبات مدارس التربية الخاصة بمقر أحد أندية الشرطة، حيث تم استقبالهم بالورود واصطحابهم في رحلة نيلية للاستمتاع بأجواء طبيعية خلابة وساحرة. كما تضمن برنامج الحفل عروضا وفقرات فنية مختلفة ومتنوعة استمتع بها الحضور وتفاعل معها، فضلا عن توزيع هدايا تذكارية على الطلاب لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم. الولاد انبسطوا جدا بالزياره وبالرحله النيليه وكانوا بيرقصوا وفرحانين. حقيقة انا بشكر جدا وزاره الداخليه على المبادره الجميله ديت اللي عملتها مع ابنائنا. وفي ذات السياق، قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتنظيم احتفالية لوفد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم لهم. محتاجين جميع الوزارات تحذو حذو وزارة الداخلية. بتقول إن وزارة الداخلية هي اللي ساعدتها في كل حاجة، أول باب اتفتح لها هو وزارة الداخلية من 4 سنين، دعموها وقفوا معاها
وعملوا دورات تدريبية كتير خاصة بالسادة الضباط والأفراد. لما كان قبل كده بيروح يعمل بطاقة أو أي حاجة مستند رسمي كان الموضوع صعب قوي، دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا، جواز السفر، البطايق، الحاجات دي بقت، المكاتب بقت مفتوحة وفاهمين بعض، وفي أسابيع كمان مجانية كمان بتتعمل، بيشكرهم جدا. وبقول لوزارة الداخلية إن هي بتساعدنا كتير في الأحوال المدنية وبتساعدنا في الجوازات السفر، أنا مبسوطة جدا، ربنا يحفظكم جميعا. كان بيقف في طابور طويل عشان يخلص المستند بتاعه، دلوقتي بقى خلاص بقى عارف إنه صم، بقى في حد يقول له لا تعالى عد الطابور، انت ليك معامله خاصه، بقى نفسيا مرتاح، وربنا يحافظ عليك ووزير الداخليه وكل القائمين على المبادره. دور مجتمعي تحرص وزاره الداخليه على تفعيله، واهتمام منها بذوي الاحتياجات الخاصه، تيسر عليهم في المواقع الشرطيه وتنظم زيارات لهم احتفاء بهم، لتؤكد الوزاره دائما ان دورها الانساني لا يقل اهميه عن دورها الامني. ختاما كان هذا موجز السابعة مساء من شبكة تلفزيون النهار، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.